عرف بالشاب خالد الصغير ابن مدينة القالة صاحب 27 عاما، فنان حرص على الولوج للساحة الفنية بكلمات نقية وفن هادف. نشكر الناس اللي تبع فيا واللي تشجع فيا هنا في مدينة القالة، باسكو الغناء اللي نغني فيه غناء نقي، غناء نظيف، يدخل في البيوت الجزائريه كامل، يسمعوا الصغير كبير، ماما انا عندي الدار يسمعوه، تما لا فامي تاعي، عندي احبابي نسابي، كي يسمعوا حاجه نظيفه، حاجه تشرف هكا. ما الغنى ذاك ما كما يقول لك الغنى الاخر ما عندوش اهميه في الوقت اللي وصلنا له. استطاع هذا الفنان وفي فتره وجيزه ان يحجز مكانا في قلوب الشباب باغانيه العاطفيه النظيفه بعد ان اكتشفه احد فناني المنطقه. كانت صعيبه شويه في البداية، كانت صعيبة، ومن بعد مع الوقت تلاقيت بشيخ، شيخنا معروف في مدينة القالة، شيخ وهاب بوطبة، هو الميم طون اكتشف الصوت تاعي، هو اللي علمني موسيقى وعلمني مقامات وعلمني حوايج ياسر في الموسيقى، نشكره ونجلو تحية. أزيد من 300 ألف مشاهدة حصدتها أغنيته الأخيرة الله سهل عليك، فضلا عن أغانيه السابقة التي حققت نجاحا باهرا. والله شونسون الاخرى اللي خدمت هذيك ودرت كما يقول لك درت نجاح الحمد لله في موقع التواصل الاجتماعي، وفي اقل 10 ايام تحصلت على 300 ألف مشاهده. مهرجانات محلية وأخرى دولية شارك بها الفنان الذي كسب محبة الجمهور منذ بداية ظهوره، فاستطاع أن يكون اسما لامعا بسماء الفن، لكن طموحه أكبر من ذلك بكثير.